ومن الدوحة ينضم إلينا الدكتور عبد الحميد الأنصاري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد الأنصاري. يعني كأول انتخابات تشريعية في البلاد، هل تعتبرونها خطوة أولى نحو تقدم العملية السياسية؟ وبرأيك ما الذي من الممكن أن يتبع الانتخابات بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتكم. طبعا هذه أول تجربة ديمقراطية يعني حرة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى المرتقب. الدوائر الانتخابية تشهد إقبالا من الشعب القطري رجالا ونساء. العمليات تتسم بسلاسة كبيرة، أيضا بشفافية عالية. حقيقة الإجراءات بسيطة وسهلة. المنافسة الانتخابية أيضا امتازت أيضا بالشفافية وبالنزاهة. ما عندنا شيء اسمه المال السياسي وشراء الأصوات، ما عندنا وعود مبالغ فيها. البرامج الانتخابية كان فيها جرأة في الطرح، لكن من غير تهور ولا صدامات ولا تأزم. كانت الوعود الناخبين يعني تتسم بالصدق، لكن من غير تملق أيضا للناخبين ولا للحكومة. ماذا عن المرشحين؟ ماذا عن المرشحين؟ كيف تبدو تركيبة وخارطة المرشحين للمجلس؟ يعني المرشحون يعني خلينا نقول يمثلون تمثيلا عادلا كافة المكونات المجتمعية، كافة المكونات المجتمعية بكافة انتماءاتهم المذهبية والدينية والعرقية أيضا والجنسية. يعني في نساء وفي رجال، طبعا أغلبية من الرجال. العدد الكامل حسب ما أعرفه 252 مرشح ومرشحة، مش 230. يعني مثل ما قلنا طروحات معقولة، الكل يتبنى الهموم الداخلية المشتركة، ما في يعني طرح عن السياسة الخارجية. لأن أهم شيء بالنسبة للمواطنين المشاكل اليومية، القضايا اليومية، يعني نعم. هذه هي اللي الطرح عن اللي عن عمل المجلس فيما بعد. دور المجلس سيكون تشريعيا وليس لديه سيطرة على الهيئات التنفيذية، هل يعد ذلك كافيا للمجلس للقيام بدوره؟ لا لا أم لا يعد لا لا رمزية؟ لا صحيح. لا 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 يبي تصحيح هذا. لا لا لا، الدستور حاسم وصريح في هذا. المجلس كامل اختصاصات، كامل الصلاحيات، كأي برلمان في العالم. يعني لا دور تشريعي كامل، لا دور رقابي كامل على الأجهزة التنفيذية، والرقابة رقابة سياسية بمعنى مساءلة الوزراء، أيضا رقابة مالية بمعنى أن من حق المجلس أن يشرف على الموازنة العامة. هذا نص الدستور، يعني الدستور القطري. أنا قصدت الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية. يمكن أمور الدفاع، أمور يقول هذه أمور سيادية، هذه معمول بها في كافة دساتير العالم ودول العالم. هناك بعض الأمور معاهدات والأمور الخارجية قد ما يكون يعني من ضمن صلاحيات المجلس، بس هذا يعني مش مؤثر، يعني لا يغض من صلاحيات المجلس. يعني نحن يعني القطريون يهمنا ان المجلس يكون لها رقابة على أجهزة الدولة، على المرافق العامة، على الخدمات. نريد تحسين تطوير هذه الخدمات. المواطن ماذا يريد؟ يريد هذه الأمور، يريد يعني خدمة أفضل، يريد بنية تحتية أفضل، يريد مستوى معيشي أفضل. هذه هي اللي يعني يهم الناس. أما الأمور الخارجية يمكن يعني هذه في يعني
يعني ما ما يهمها يعني مسألة المعاهدات. ماذا عن حظوظ المرأة في هذه الانتخابات؟ ما هي كيف تبدو فرص المرأة في الانتخابات خاصة في ظل غياب مبدأ الكوتا لتمثيل المرأة؟ نعم نعم، أنا شخصيا لا أتوقع يعني بالتركيبة تركيبة مجتمعنا اللي هي الذكورية الغالبة يعني يعني أن المرأة قد يحالفها الحظ يعني في الفوز عن طريق يعني الانتخابات، لكن ممكن تدارك هذا الأمر لأن سمو الأمير يملك تعيين 15 عضو، فممكن يعني يعوض يعني هذا الأمر بتعيين امرأة أو امرأتين من الكفاءات القطرية. يعني أنا هذا تصوري إن المرأة ما لها حظوظ لكون التركيبة المجتمعية تركيبة قبلية تركيبة ذكورية، لازال الرجل ينظر إلى المرأة إنها يعني دون هذا المستوى يعني. هذا يعني تصوري الشخصي يعني. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحميد الأنصاري الكاتب والباحث السياسي، تحدثت إلينا من الدوحة.